السعودية تزف بشرى سارة لمصر، والدولار يواصل قفزاته وصدمة في سوق الذهب. أهلا بكم في حصاد الخميس الإخباري. بانكير، نبض البنوك. البداية من مجلس الوزراء، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة اجتماعا مع المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي والوفد المرافق ليه لبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين. وفيما يتعلق بالاستثمارات السعودية في مصر، قال الفالح ان المملكة هي اكبر مستثمر في مصر، مضيفا سأعمل بالتعاون مع زميلي وزير الاستثمار المصري على منح هذه الاستثمارات فرصة اكبر من اجل مضاعفتها وتشجيع المستثمرين السعوديين على التوسع في استثماراتهم القائمة. وتابع: التقيت بالفعل مع المستثمرين السعوديين في مصر للعمل على ذلك، وأؤكد أن هناك توجها لدينا بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، كما يوجد لدينا توجه كذلك بتحويل ودائعنا في مصر إلى استثمارات. ومن مجلس الوزراء نروح لسوق صرف العملات الأجنبية. وشهد سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 1 أغسطس ارتفاع طفيف ما بين 5 ل 10 قروش، وذلك خلال تعاملات البنوك المصرية والخاصة العاملة بمصر والمصارف، ليقترب من حاجز 49 جنيه ببعض البنوك. وبحسب البيانات الخاصة بأسعار العملات لكل بنك على حدة، سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 48 جنيه 70 قرش للشراء و48 جنيه 80 قرش للبيع. وسجل الدولار في البنك الأهلي 48 جنيه 62 قرش للشراء و 48 جنيه 72 قرش للبيع. وسجل دولار في بنك مصر 48 جنيه 62 قرش للبيع و 48 جنيه 72 قرش للشراء. ونروح لسوق الصاغة، حيث ارتفع سعر الذهب المحلي بنسبة 5% خلال شهر يوليو ليربح 160 جنيه للجرام الواحد، حيث أغلق تداولات الشهر عند 3320 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الشهر عند مستوى 3160 جنيه للجرام. وافتتح الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعا تداولات اليوم الخميس عند 3315 جنيه للجرام، يتداول وقت كتابة التقرير الفني الجولد بليون عند مستوى 3300 جنيه للجرام، وذلك بعد أن ارتفع سعر الذهب يوم أمس بمقدار 35 جنيه يغلق عند مستوى 3320 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند مستوى 3285 جنيه للجرام. وشهد سعر صرف الدولار الرسمي ارتفاع خلال جلسة اليوم، ولكنه فشل في دعم سعر الذهب المحلي بسبب الارتباط مع حركة الذهب العالمي حاليا، بالإضافة لتوقف بعض التجار عن عمليات التصدير مؤقتا لتشهد تغير في سعر الذهب المحلي وحدوث اختلاف التسعير مع السعر العالمي. آخر خبر معانا من وزارة التعاون الدولي، حيث التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفدا رفيع المستوى من البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، وضم المدير التنفيذي لمجموعة البنية التحتية المستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية. شهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع البنك في الاستثمارات والمبادرات المختلفة، وكذلك بحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع البنك والتمويلات الميسرة المتوقع إتاحتها للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة. كما تمت مناقشة استثمارات البنك في قطاع الطاقة المتجددة وجهود حشد استثمارات القطاع الخاص ضمن برنامج نوفي، حيث يعد البنك شريكا رئيسيا في محور الطاقة ضمن البرنامج، والذي يعمل على تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات في ضوء جهود الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز التحول الأخضر. وبكده تكون انتهت نشرتنا المسائية. أنا أشرفة أشرف، إلى اللقاء. بانكير، نبض البنوك.